محطتنا التالية رح نتعرف فيها على جناح الجمهورية العربية السورية اللي نحن متواجدين بالبهو الخاص فيه، هالجناح اللي كان شاهد على أهم الدورات من انعقاد معرض دمشق الدولي لنتعرف أكثر على التحضيرات الجديدة بهي الدورة. معنا مديرة الجناح السوري السيدة سمر الطويل، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. وصباحكم أهلا وسهلا فيكم بمعرضنا، ويسلموا ايديكم، يعطيكم العافيه على كل الجهود اللي عم تقدموها للمعرض. شكرا لكم ولاستضافتنا بهالبرنامج الصباحي بجناحكم. خلينا بالبدايه يعني نعرف، اليوم بعد ساعات قليله رح يتم انطلاق هالحدث العظيم بعوده معرض دمشق الدولي، كيف التحضيرات وخاصه الجناح السوري لليوم الساعه 5؟ نحن تقريبا جاهزين، الجناح السوري تجهيز وديكورات وستاندات وتنظيف وجاهزين للافتتاح. إذا هلأ بصير الافتتاح نحن جاهزين الحمد لله. الله يعطيكم العافية. طيب خلينا نحكي عن الجناح الجمهورية العربية السورية، شو بيتضمن، شو هي المشاركة خلال 10 أيام؟ نحن جناح الجمهورية العربية السورية طبعا مساحته الإجمالية 7000 متر مربع، عندنا تسويق يعني ستاندات وعارضين، المساحة 4250 متر مربع، عندنا طبعا القطاع العام الوزارات مشاركين معنا، وعندنا قطاع خاص من الصناعيين والتجار السوريين مشاركين معنا بالجناح السوري، بالإضافة لاتحادات لنقابات ل يعني كافة جميع القطاعات، قطاعات المجتمع السوري، حتى إذاعات فيه أخذين مساحات ومحطات تلفزيونية، يعني هذا يعني مشان نحن نوضح للعالم كله إنه نحن شو عنا بسوريا، شو عنا نشاطات، شو عنا صناعات، شو عنا يعني شو بدي يعني كل شيء موجود بسوريا بيتضمنوا بهالمعرض السوري. يعني في اقسام متعدده للجناح السوري، لكن بهالدوره ال 59 وبعد انقطاع اليوم، شو الشيء الجديد اللي عم يحاول يقدمه ويسلط الضوء عليه الجناح السوري؟ نحن طبعا على مدى 58 سنه بالاول كانت دورات معرض دمشق الدولي تقام، والجناح السوري كان دائما متميز بالديكورات تبعه، بالمساحات تبعه، بالمشاركين، نوعية المشاركين ونوعية المعروضات. والسنة كمان كانت في انطلاقة جديدة لمعرض دمشق الدولي، وكان الجناح السوري متميز الحمد لله، وإن شاء الله هلأ بيعجب كل الزائرين، ولأن راح يشوفوا فيه شغلات جديدة وديكورات جديدة، راح يشوفوا فيه عروضات جديدة، راح كمان حتى إنه في وزارات مقدمة عروضات، مقدمة نشاطات، مقدمين مسابقات، حتى القطاع الخاص مقدمين مسابقات وهدايا للزوار. عم نحكي يمكن عن مساحة كتير كبيرة واسعة بالمعرض للجناح الجمهورية العربية السورية، عم نحكي عن العديد من الأقسام المشاركة بهيدا الجناح، عن جميع المؤسسات، إن كان مؤسسات من قطاع عام وقطاع خاص. يمكن كان في كثير من التعب، كثير من المجهود قبل المعرض، اليوم رح يكون الافتتاح. خلينا نحكي عن التحضيرات، الأجواء كيف كانت؟ نحن طبعا مؤسسة فيها تعاون، السيد المدير العام، السيدة المعاونة، السادة المدراء، الأخوة العاملين كلياتهم زملائي، وطبعا كان في تعب وجهد، كان في جهد كبير، والجهد الأكبر كان لعمال الورشات تبعنا، تبع اللي تابعين للمؤسسة، كان كتير قدموا خدمات وقدموا جهود كبيرة لحتى نرجع نعيد تأهيل الجناح السوري، طبعا بالإضافة لتأهيل كافة المنشآت بالمدينة. مدينتنا كبيرة، 1,200,000 متر مربع مساحة مدينة المعارض. هذا الشيء بده جهد كبير، بده كادر كبير. نحن رغم انه كان كادرنا، يعني نحن طبعا موظفين عددنا محدود، بس نحن قدرنا انه نقوم بالعمل فترة زمنية قصيرة، فترة زمنية قصيرة، جهزنا البنية التحتية، جهزنا الدهان، جهزنا الكهرباء، المكيفات، النجارة، الحديد، كلياته، حتى الورشات قامت بأعمال الجلي، الزراعة، كل شيء. يعني كان كل الأجواء كان فيها تعاون، كان فيها تعاون بين المؤسسة، بين العمال، بين حتى الناس اللي ساعدونا من شركات تانية، لحتى نحن نرجع نعيد تأهيل مدينة المعارض وتكون بالشكل اللائق بسوريا بافتتاح دورة
معرض دمشق الدولي 59. نعم، يعني عودة هالمعرض هي رسالة كتير كبيرة للداخل وحتى الخارج، أيضا رسالة صمود وتحدي واستمرار الحياة بسوريا. هالرسالة قديش كان اليوم كانت كبيرة عليكم ومسؤولية كتير كبيرة عليكم كجناح سوري طبعا. باستمرار كل القطاعات السورية ومشاركتها بهالمعرض. طبعا احنا كان عنا يعني حرص كبير على أنه كل الناس، كل القطاعات الاقتصادية تشارك بمعرض دمشق الدولي، وكل المنتجين السوريين والصناعيين السوريين يشاركوا بمعرض دمشق الدولي، وحريصين دائماً على راحتهم وعلى تأمين كل شيء بالدنيا. طبعاً هيدا رسالة اقتصادية، نحن طبعاً معرضنا اقتصادي ذات طابع اقتصادي ومؤسستنا ذات طابع اقتصادي، ومعرض دمشق الدولي هو نافذة للعالم لحتى نطلع كل دول العالم على أنه سوريا هي بلد الحضارة، بلد الصناعة، بلد التقدم. سوريا دائما تنبض بالحياة، وإن شاء الله رح تكون سوريا بالأيام الجاية أفضل ومتطورة أكثر، وتعطي العالم كله صورة عن أنه الشعب السوري هو شعب ذكي قادر على أنه يصنع حياته ويصنع قدره ويعيد بناء بلده رغم كل الموجات الإرهاب والحرب اللي مرت على سوريا، اللي ما مر عليها أي دولة بالعالم. وموجودين اليوم بالمعرض، نحن موجودين وسوريا باقية والشعب السوري باقي. وأنا كتير مبسوطة أنه كل الصناعيين السوريين عندهم هذا الحماس ليشاركوا بمعرض دمشق الدولي. كان في عتب صغير أنه راية سوريا عندهم المساحة أكبر، يعني نحن استضفنا أنه الجناح كتير صغير، في عندنا مشاركات أوسع، يعني كان في يمكن نفس كتير قوي للمشاركة. ايه طبعا كتير من الجهات، كتير من القطاع، يعني القطاعات كتير الصناعية، يعني كان انه بدهم يحجزوا مساحات كبيرة، كلهم كانوا حريصين على انه يحجزوا مساحات كبيرة ليعرضوا منتجاتهم. وحتى في كتير صناعيين كانوا عم يجوا لعندي على الإدارة بالجناح السوري بيقولوا لي مدام أنسي سمر انه ليش مالك عملتينا انه عطيتينا عندك، ليش ما في مساحة لحتى نحن ناخدها، لأنه نحن حريصين. كان بدهم مساحات أكبر حتى. كان بدهم مساحات أكبر، وأنا كنت بتمنى أنه يكون الجناح السوري أكبر لنعطي ونرضي كل الصناعيين. بس هلأ بما أنه هن المشاركين على أرض مدينة المعارض، هن كأنهم كلياتهم مشاركين بالجناح السوري، وإلي فخر أنا وكل الإدارة تبعيتي أنه كان عندنا هذا الإقبال الكبير من العارضين ومن الناسين على بناء سوريا. نعم. اليوم يمكن شو هي أهم الخدمات المقدمة للزائر بجناح السوري، يمكن يشكل شوي عمل جذب له؟ نحن طبعا أنه في عنا ديكورات حلوة بالجناح السوري، عنا جناحنا مكيف، عنا يعني أنه بيقدر الزائر يفوت وبكل أريحية بدور وبيتفرج وبيطلع على الصناعات اللي عنا وعلى الشيء الجديد اللي بسوريا، وحتى الوزارات يعني قدمت شيء كتير حلو وعرضهم كان حلو، وعرضوا شيء عن منشآتنا الصناعية التابعة للقطاع العام ومنتجاتنا الصناعية اللي عم ينتجها القطاع العام. طبعا هلا الزائر عنا رح يطلع على كل شيء جديد بسوريا، وأنا بعتقد إنه الزائر رح يشعر بالنشوة وبالفرح إنه رجع شاف سوريا وتأكد إنه في شيء بسوريا وسوريا باقية وسوريا الحياة فيها ما بتنتهي إن شاء الله. رح يتفاجأ الزائر يمكن الجناح الجمهورية العربية السورية إنه مزدحم بالمشاركة، ورغم ذلك في مشاركين أضعف وأضعف بيتمنوا يكونوا موجودين. قديش مهم فعلا يمكن إظهار الصورة الحقيقية. هيدا المعرض هو مثل ما قلنا معرض اقتصادي رح يساهم بدعم الاقتصاد الوطني صحيح. السوري قديش مهم فعلا يعني من خلال المشاركة بهيدا المعرض ودخول الزوار للجناح السوري ليشوفوا الصورة الحقيقية الموجودة. أكيد هذا الشيء مهم كتير، يعني هلأ الزائر السوري طبعا على كل أرض، ما بدي أن أكون أنانية أقول بس الجناح السوري، على كل أرض مدينة المعارض بده يلاقي شغلات جديدة، وبده يلاقي أنه في عنا صناعات وعنا نحن ناس عم تقدم شيء لسوريا وعم بدها تدعم الاقتصاد السوري. ونحن طبعا بالجناح السوري مأكدين على هذا الشيء، وكل المشاركين أنا بحييهم يعني من القطاع العام من القطاع الخاص، يعني حتى كان في اهتمام مباشر من السيد رئيس الحكومة من السادة الوزراء لحتى يبين الجناح السوري بأكمل وجه
ويعطي صورة حقيقية عن سوريا وعن الشيء الموجود على الأرض السورية. يعني حتى نحن يعني كان طبعا في اهتمام كبير بالسيد سيادة الدكتور سامر الخليل سيد وزير الاقتصاد، اهتمام كبير ويومي، متابعة يومية، لأنه نحن نبين المعرض والجناح السوري على أكمل وجه. يعني اليوم رسالتكم تضاعفت بمشاركتكم بهذا المعرض، ودائماً في شيء مميز بالجناح السوري، لكن شو أهم المنتجات وأهم الصناعات السورية لليوم كتير مهم تسليط الضوء عليها بهالجناح؟ نحن طبعاً في عنا الوزارات، في عندنا المؤسسات شو عم تنتج، عنا الوزارات الكبيرة مثل وزارة النقل، وزارة النفط، يعني هذا الشيء بيرفع الراس إنه نحن عنا هاي الوزارات وهي المؤسسات، بالإضافة لأنه عنا طبعاً بالإضافة لكل الوزارات يعني، وفي عنا القطاع الخاص المنتجات السورية. طبعاً الزراعة نحن عنا بسوريا هي مهمة كتير، زراعة القمح، زراعة الزيتون، نحن عنا منتجين للقمح والزراعيين اللي بيعطونا القمح، وعنا منتجين للمواد اللي بتتصنع من القمح. طبعا احنا سوريا من البلاد الاولى اللي بنصدر الزيتون كمان، في عنا نحن منتجين لصناعة الزيتون عارضين عنا، يعني هذا الشيء بخليك انك انت تشعري بالفخر انه عندي انا مثلا القسم الغذائي كلياتها من المنتجات السورية، الزراعات السورية عم بيصنعوها لحتى يعملوا منتجات غذائية. عندي مثلا بالقسم الصناعي أو القسم الهندسي عندي كمان منتجين صناعيين سوريين مقدمين شغلات كتير متطورة، وهي كلها من إنتاج سوريا، يعني الصناعي السوري مخترع وبنفس الوقت صناعي، يعني هو قدم لنا كتير شغلات وأنا شلق شفتها. وعندي القسم الكيميائي، هذول كلهم قطاع خاص يعني مقدمين كمان كتير منتجات كيميائية وشي بيتبع كل المنتجات الكيميائية وتجهيزات منزلية، تجهيزات حتى في بعض الصناعات يمكن والاختراعات رح يتم طرحها لأول مرة للسوق السورية عبر هالمعرض، عبر هذا المعرض. وحتى كمان في مو بس الصناعات الغذائية، عندي صناعات هندسية كمان، صناعيين سوريين قايمين بهيدا، يعني هن المصممين هيدا التصميم مثلا وهن اللي عاملينه وهن اللي منتجينه، حتى في منهم مخترعين شغلات عارضينها هلا بالجناح السوري عم يستنوا انه يجي اي صناعي او اي جهة تتبنى هذا الاختراع مشان يطرحوه ويبلشوا يصنعوه ويدعموه لحتى يصنعوه وينتجوه ويطرحوه بالاسواق. يمكن أهمية هيدا المعرض مثل ما حكيتي ست سمر، أو أهمية الجناح الجمهورية العربية السورية، إثبات أنه المنتج السوري موجود على الأرض رغم كل الظروف اللي عم نعيشها، موجود طبعاً في جميع القطاعات، ما توقف للحظة واحدة أبداً. الجودة موجودة، المنتج السوري عم يحارب رغم كل الظروف. قديش مهم هيدا اليوم؟ هذا الشيء كتير كتير مهم، وبيثبت أنه نحن دولة تقدر انه هي تعتمد على حالها وعلى قدراتها الداخليه ومنتجاتها الداخليه وكل شيء عنا. نحن بنقدر انه ذاتيا رغم هذا الحصار الكبير اللي صار علينا، نحن بنقدر ذاتيا انه نبني حالنا وعم ننتج شغلات. سوريا ضلت واقفه، ما احتجنا لحدا، الحمد لله منتجاتنا، حتى الصناعيين السوريين منتجاتنا بتنافس منتجات الشعب، منتجاتنا بتنافس المنتجات العربية والعالمية وحتى نحن منتجاتنا بتتصدر في كتير. نحن عنا منتجات سورية بتتصدر لكل دول أوروبية والأمريكية ودول آسيا، بتتصدر منتجاتنا السورية، وهذا يدعو للفخر. يعني حتى على كافة المستويات نحن مصدرين، وإن شاء الله بدنا نكون أكثر من هيك مصدرين إن شاء الله يا رب، ويرتفع اقتصادنا بهمة الشباب والناس الطيبين اللي ضلوا بسوريا وضلوا متمسكين بسوريا وضلوا رغم انه في معامل راحت، في شيء راح، بس هن متمسكين وهن موجودين
وعم يقدروا يبنوا محل تاني لحتى يضلوا ينتجوا من منتجاتهم وصناعاتهم. أكيد لتضل سوريا عمرانة بشبابها وبهالهمة الموجودة بكل مواطن سوري استمراره للحياة ورسالة التحدي والصمود اللي هو عم يقوم فيها. يعني اليوم لكل الزوار اللي حابين يزوروا المعرض والجناح السوري، خلينا خبروا شوي شو أهم العروضات اللي رح يقدمها الجناح. الجناح في مثلا مؤسسة العامة للاتصالات مقدمة عروضات مشان الانترنت، وهذا في عنا في أجنحة مقدمين هدايا ومقدمين بدهم يعملوا مسابقات بطريقة معينة لحتى لأنه يقدموا هدايا أجواء يعني كمان حلوة يعملوا أجواء حلوة. حتى عندي أنا شباب بدهم يجوا يساعدونا من برا، يعني شباب في فرق تطوعية بدهم يجوا مشان يساعدونا بالتنظيم بالإدارة بأنه نحن نأمن راحة الزائر. طبعا هذا بالإضافة لأنه وجود في كتير شغلات بالمدينة بتأمن راحة الزائر، عندنا المسرح، عندنا مسرح الطفل، عندنا كمان أكشاك البيع، المطاعم الصغيرة اللي مقدمة كل شيء لخدمة الزوار لحتى يعني يشعر الزائر أنه ما ناقصه شيء زيارته لمدينة المعارض. ست سمر الطويل مديرة الجناح السوري في معرض دمشق الدولي، بدنا نشكرك على وجودك معنا، نتمنى لكم التوفيق وأكيد نحييكم على الجهود المتواصلة اللي عم تقوموا فيها. في كتير من الناس يمكن كانت عم توصل النهار بالليل ليتم إنجاز المعرض على أكمل وجه. شكرا كتير وإلكم جزيل الشكر، وأنا بتشكر كل العاملين اللي ساهموا بإعادة معرض دمشق الدولي للحياة، وبتشكر كمان الجيش العربي السوري اللي قدم لنا تضحيات كبيرة، وتحية مني من قلبي لكل الشهداء العسكريين والمدنيين اللي قدموا روحهم فداء لسوريا. شكرا كثير لك، واكيد نتمنى كل الجهود اللي بذلتوها تتكلل بالنجاح ابتداء من اليوم. شكرا ان شاء الله بوجودكم، شكرا لكل جهودكم معنا. شكرا.